FM. الكلمة ليك. نتفاجأ الحقيقة وأنه معناتها نجي نردوا الراجل الإرهابي وردوا يتعامل الإرهابيين وأطلق صراحة مورد في 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 عفو. خلينا نحكيه بالترتيب. معناها هو عنده مفتاح الحبس ويطلق في الصراحة بالنسبة ليهم مدير عام السجون هك. العميد صابر الخفيفي اللي أنا نعرفه معناتها وأنت تعرفه برشا يعرفوه فهمت. السيد هذايا جاء لدار عام السجون سلاح وقت اللي خراب وقت اللي كتائب قاعدة تكون داخل السجون وقت اللي فوضى داخل السجون. أنا مش دافع عليه رو والله لأني ندافع عليه والناس كل تعرف لي أنا وقت اللي وتيت وأني صاب الخفيف. لا ودافع عشان المشكلة لا ودافع عليه ومشيت أو بمصلحتك شلو ومشيه حتى هو موجود رغم نجمع تيني حتى شيء الحقيقة مش قول لك هو لا غيره فهمت وقت اللي وتيت وأنه انتقدناه السيدة ذي من نهار اللي تحت لأن المنظومة داخل لدار عام السجون سلاح منظومة ترفض الكفاءات يا برهان. الكلمة راي تونس وليت بلاد ترفض الكفاءات. اي فوالا تونس كامل. خليني نقول قطاعات الكل قطاعات الكل كل اما راهو ترفض الكفاءات. صابر خفيفي مضروب بثلاثة كرتوشات في مواجهة مسلحة مع الإرهابيين في سليمان. ايوه معناتها تو انت واحد يجيو يزيدوا عليه الجماعة. واحد يسمعك كلمة لا يقدره في الشارع ما تنساهاش عمرك كامل. هذه مضروب ثلاثة كرتوشات بعد ولا هو يكون في الإرهاب. قلت له هذه معقول معناتها بالحق في تونس ولينا نحكي هكا ونبلع عمية تتجاوز هذه الكل الوزير العدل تجاوز هذه الكل وكأنه شيء ما يحدث به. من اللي خرجوا يحكيوا على صابر الخفيفي يسبوا فيه ولا يحكيوا عليه ولا معناتها وكأنه صابر الخفيفي حتى مرة ثلاثة مرات حتى مرة مجبد وزير عدل ديما نجدوا صابر الخفيفي على وكانه يخدم وحده وكانه حال دار عام سجون وحده فهمت حال ما نعرفش مفتاح في داره وهو اللي يحل وهو اللي يسكر. خلينا نجيو لحكايه العفو اللي يحكيوا عليه اللي قالوا راه عفو الواحد ليبي وقايده العفو هذا اللي صار ترى العفو يعطي فيه صابر الخفيفي راي العفو يا عباد راهو العفو راهو فيه وزاره العدل وفيه رئيس الحكومه وفيه ممثل من دار عام سجون سلاح وفيه ممثل من المحكمه العسكريه ورئيس الجمهوريه تعطي رئيس الجمهوريه واللي صح الاخرين ورئيس الجمهوريه كابا فان الكلمة ليك.